يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من العلماء من قال إن النفخ في الصور 3 نفخات، فهل نعم نعم هذا له وجه، له وجه، نفخة الفزع، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض إلا من شاء الله وكلنا أتوه داخلين، هذا في سورة النمل، هذه نفخة الفزع، ثم تأتي نفخة الموت الصعق، ثم نفخة البعث، فالصعقات أو النفخات مذكورة في القرآن الكريم، واحدة في سورة النمل واثنتان في سورة تنزيل، في سورة تنزيل الزمر. نعم.